دربة صعب وايد فيه الخطر شايد، دربة صعب وايد فيه الخطر شايد. واللي تعنى له ورد العياله، واللي تعنى له ورد العياله. استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار. منو منو سمع سر الاسرار؟ منو منو يعرف او عنده اخبار؟ منو منو سمع سر الاسرار؟ منو منو يعرف او عنده اخبار؟ لازم نجيبه يا الربع، لازم نجيبه. بعيده كانت سكته ولا قريبه؟ لازم نجيبه يا الربع، لازم نجيبه. بعيده كانت سكته ولا قريبه؟ نجيبه للديرة والناس والخير، نجيبه لو كان طاير في الطير. نجيبه للديرة والناس والخير، أيوة نجيبه لو كان طاير في الطير. لازم نجيبه يا الربع، لازم نجيبه. بعيدة كانت سكته ولا جريبة؟ لازم نجيبه يا الربع، لازم نجيبه. بعيدة كانت سكته ولا جريبة؟ نجيبه للديره والناس والخير، نجيبه لو كان طاير في الطير. نجيبه للديره والناس والخير، نجيبه لو كان طاير في الطير. منهم اللي سمع سر الاسرار؟ منهم اللي يعرف او عنده اخبار؟ منهم اللي سمع سر الاسرار؟ منهم اللي يعرف او عنده اخبار؟ دربه صعب وايد فيه الخطر شايد، دربه صعب وايد وفيه الخطر شايد. واللي تعدى له ما رد العياله، واللي تعدى له ما رد العياله. استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار. منهم من هو سمع سر الاسرار؟ منهم من هو يعرف او عنده اخبار؟ منهم من هو سمع سر الاسرار؟ دربة صعب وايد فيه الخطر شايد، دربة صعب وايد وفيه الخطر شايد. واللي تعدى له ما رد العياله، واللي تعدى له ما رد العياله. استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار، استر يا ستار. منه منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ يعرف أو عنده أخبار؟ أنت سمعت عن سر الأسرار؟ وأنت تعرف أو عندك أخبار؟ منه سمع عن سر الأسرار؟ منه يعرف أو عنده أخبار؟ بدور سمراء يا حراس. نعم مولاتي الطاهر، عسى ما شر. سيدكم ياقوت اختفى. شلون؟ البارحة ما نام بغرفته، يمكن صاب بعض من الأرق وطلع برا يتمشى. يعني وين يروح؟ مسكين زوجي، خلوا الحراس يدورونه في كل مكان في المدينة. عايزت ولا قدرت أعرف شو اللي شاغل باله، شو اللي مكدر خاطره. ارجوك يا مولاتي لا تحملي نفسك فوق طاقتها. مولاتي، مولاي مو بعيد عن القصر. ايش دراك؟ شوف الشمعه للحين هي شابه. يمكن يكون في مكان قريب عن القصر. يعني وين بيروح؟ انا خايفه لا يكون حصل له شيء. أرجوك يا مولاتي لا تفكرين بالأفكار هذه، ذكري ربك وإن شاء الله ما كل الخير. يلا يا كريم الله يكون على خيرك يا رب. يلا من تحتك يا رب.
صفان 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 ما تقوم يا كسران صفان ما شبعت من نومك ايش علي منتنا انا كل يوم على الحاله اكو تغيير موليه اكيد ماكو تغيير اذا انت تميت على هالحاله هذه يلا يلا قوم 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 بطلنا هالكسل هذا قوم يبا انا ما اعرف اشتغل بدون ما تريق نبي ناكل لنا لقمه ناكل لنا شيء قبل اروح اشتغل وين حسان 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 انشط منك قام من صباح الله خير وراح يريق الشقيان وعم تفرق هذا يبدي الشقيان علينا الافضل يريقنا اول يا صفوان الشقيان تعبان تعبان وايد ويمكننا مريض بعد يبا شوف هذا الشقيان صار ضعيف مولية ولا ينفعنا نبي لنا حمار أصغر وأقوى منه الحين تنكرت لو تنكرت حق خدماته يلا مش وراي امش 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 خليك نشيط بس يلا مش يلا يا صفوان يلا يبا يلا كاري وراك يلا يا كسلان يلا يبا يلا على تلفون معني نايم يبا علامك صفوت صفوت ارجع احد من الحراس ما في اي خبر لا يا مولاتي ما حد رجع لشيء من الحراس وانا قلت لهم لا ترجعون الا لما يكون عندكم خبر عن سيدي ياقوت يا مولاتي هدئي امشي خروح تحت عشان تستريحين شوي الحين ما في احد راح حق الحكيم امبلا انا طرشت واحد من حرس القصر يروح لكن ليش ما رجع انا ماني فاهمه شيء ليش كل اللي يروحون ما يرجعون صبري يا مولاتي ما صار له مده من راحه ما اصعب الانتظار ها بشر لقيتوا شيء لا طال عمرك الحصان ما طلع من القصر يعني ما راح الحصانه لا طال عمرك الحصان موجود ولقينا هذه الثياب هذه ملابس سيدي وين لقيتوها في الغابه طال عمرك ما لقيتوا عليها اثر دم شيء لا قدر الله يعني هو فسخ بروحه وليش يفسخها؟ يليتني أعرف يليتني أعرف أي شيء أي شيء عندهم يا جماعة الشرطة ما خلوا مكان ما داروا فيه الظاهر انهم يدورون على شيء يا جماعة ما لنا شغل في الشرطة خلوا نشوف شغلنا عشان باكر نقعد نبكر انزين ولين متى بنتم كذي ولين ايش فيك بعد انت الثاني انا اقول شغلنا مو عاجبنا ماني حاس فيه اي قيمة يا شو الحكي هذا صفوان واي قيمة تبي بالله اكثر من اللي انت فيه عز ونعيم والحمد لله تشرب هني تاكل هني باش تبي اكثر من كذي يا يلا يلا ترجيت ان يهدأ لكن شنو اكيد انت خاش عني شيء مهم شاقول لك يا بنيتي قول الحقيقه شنو اللي يشغله شنو اللي خلاه يترك القصر شلون يروح من غير الحصان حاولت اعرف سر ارقه وانشغال فكره لكني ما طلعت بنتيجة النجوم اللي يقعد يناجيها من هالمكان هذا شنها قصتها ليتني أعرف ليتك تقول لي لو تعرف شيء اللي شاغل بال سيدي أمر عظيم لكن للأسف صعب مناله
أنا كنت متأكدة أن اللي شاغل فكرة شيء عظيم، لكن شنو هالشيء؟ شنو هالشيء؟ لازم تقولي سر الأسرار. سر الأسرار؟ شي يطلع سر الأسرار هذا؟ وين موجود؟ نعم، سر الأسرار هو اللي شاغل باله. السلام عليكم يا عيال. عليكم السلام. الله بالخير. اي خدمة تبي نقدمها لك ابوي؟ جزاك الله خير يا ولدي، مشكور وما قصرت. حجي انت حطاب مثلنا؟ اي نعم يا ولدي، انا حطاب. لكن الظاهر انك منت من المنطقة هذه. لا يا ولدي، انا ماني غريب، انا انولدت بهالمنطقة هذه واعرف كل شبر فيها. ها؟ يعني انت من اليوم بتشاركنا بالرزق؟ الله الرزاق يا ولدي. سبحانه. الغابة وسيعة وتاسع، لكل واحد عنده همة وعنده ارادة علشان يشتغل. بس انا يا ولدي كبرت وما فيني شدة حتى اشيل الفاس، علشان كذي قلت ارد بالارض اللي انولدت فيها علشان اموت واندفن فيها. يعني عندك عيال حجي؟ لا يا ولدي. وين تسكن؟ يا ولدي ارض الله واسعة. تدري يا حجي، احنا عندنا كوخ صغير، احنا ثلاثة نسكن فيه. يا ليت تشاركنا والله السكن فيه. يا ولدي ما تقصر، انت مبين عليك كريم من واجد، لكن انا ما ودي اضيق عليكم. لا استغفر الله، هذه الساعة المباركة، ولا ايش تقولون يا جماعة، ايش رايكم؟ حيا الله حيا الله. اهلا وسهلا. عاد انا يا ولدي ودي اتعاون وياكم. شنو؟ توك حج تقول ما اقدر ارفع انفاس وما فيني شدة. يا ولدي صحيح انا ما فيني شدة، انا كبرت، لكن انا عندي حمارتي لوزة، هذه حمارة نشيطة وذكية شوفت عينها لوزة. اي عاد انت تدري يا ولدي ان الحطاب يحتاج حق حمار نشيط وقوي. اكيد. حجي احنا موفقين، ما عندنا مانع. تدري احنا حمارنا الشبيان وخلوزة. تعب مو مثل اول يشتغل. اي يا ولدي الحين صار عندكم بدل الحمار حمارين. وزدنا صرنا أربعة بدل ثلاثة. تبون الصج يا جماعة؟ خوش فكرة. بجدي نبي حطب أكثر. ها عيل من الحين نعتبر نفسنا شركة. إن شاء الله إن شاء الله، وإحنا حاضرين وبالخدمة والله. عيل يا عيالي، ما دام إحنا شركة، يلا همتكم اشتغلوا. اشتغلوا مثل ما يقول الشيخ. يلا يلا الله يرحم بعض. يلا هذا أولها. يلا 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 لقيت لها عوين يا حجي، لقيت لها عوين. يا الله يا عاشوا عاشوا، يعطيهم العافيه. هات احبال احبال احبال. يلا يلا يا حجي يلا 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 يا حجي. يلا يلا يا حجي يلا يلا يلا. أنا متأكد إن صديقتنا بدور اليوم جهزتنا أكلة سمعة دسمة. ها إيش قلت؟ والله بصراحة إيه؟ إحنا عندنا مشكلة شوية. ها فافا مشكلة؟ شنها؟ عسى بس بنت بريضة. لا لا أنا بخير، بس مولاتي سيدة القصر طلبت إن ما نشتري منكم الحطب لين يرجع سيد ياقوت. زين والسيد ياقوت وين راح؟ اختفى الصبح وما ندري وين راح. ايه هذا من حظنا التعيس. قم 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 قم. لا قدر ولا شيء، واحنا قطعين ما يدحوا. اختفى
اختفى تقولين؟ انزين والحرس ما دوروه؟ بحثوا عنه في كل مكان لكن لا علم ولا خبر. لا انا هذا اللي ما اقدر اشوفك مره ثانيه، لان انا حجتي كلها اني ابيع الحطب على القصر واشوفك. هذا اللي انا خايفه منه، حاولت اني اخفف عنها او اقنعها لكن ماكو فايده، وقالت لي ايه اقول لكم، وانا من يوم وانا افكر فيك. ولا يهمك يا بدور، ولا يهمك، ولا تكونين ثاني حال. احنا نبيع الحطب باي مكان، نبيعه بسوق المدينه ان شاء الله. انزين وانا شلون اشوفك؟ يا افعلك بس، ولا تكونين ثاني حال، احنا نصبر شوي ما يخالف. حبي لك كبير وايد وبيتم، وبتكونين زوجتي ان شاء الله. سمعيني يا بدور، ان شاء الله انا برجع لك ظافر وقانم، نعم منتصر على كل المشاكل والعقبات، وان شاء الله نجتمع مع بعض مره ثانيه. صبري يا جماعه، عسى ما تعد. اي والله يا ولدي، لا تنسى اني انا عانيت وايد من السفر الطويل. اي روح مع صفوان ارتاح هناك في الكوخ، واحنا نجيب بعد شوي. اي نعم اي نعم يا شيخ تفضل، وهم بعدين يطشون لنا اكل. حياك. لا وفلوس بعد، لان عندنا حملين ان شاء الله، رزق من الله. جزاكم الله خير يا عيالي، بالفعل انا محتاج حق راحه يا ولدي يا صفوان. تفضل يا ابو تفضل. يلا تفضل يلا 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 لا تاخرون ان شاء الله. لكن شنو؟ حظنا، حظنا تعبان، لكن ما نقول الحمد لله على كل حال. ألف الحمد لله. شو السالفة؟ شو صاير يا شباب؟ سيدة القصر جاءت خدامها لا يشترون الخشب منه. ليش؟ حزنانة على اختفاء سيد ياقوت رايلها. زين والسيد ياقوت؟ شو معنى اختفى بهالوقت؟ علم علمك، من يدري؟ ها، وليش اختفى الحين؟ عاد يهمنا يا صفوان ليش اختفى؟ ما يهمنا ليش اختفى، اللي يهمنا ان هي حزنانة على اختفاء زوجها سيد ياقوت، ومنعت خدامها انهم يشترون الحطب ماله. ومن يبيع الحطب حق الحين؟ بسيطة يا جماعة، انا ضيقت خلقي عبالي فيكم شيء، نبيعه بالسوق. يا فالح احنا من جايين انا وحسان الحين؟ اجعنا. عرضنا حطبنا في السوق، كل الناس يجي وتمر علينا وتروح ويقولوا لنا شنو؟ اكو واحد عنده فلوس عشان يشتري حطب؟ ذكر الله ذكر الله. لا اله الا الله. اذكر الله يا عدنان. لا اله الا الله. يبا قوموا الحين، قوموا تعشوا وناموا ومن اصبح افلح. يلا يا عيال يلا يبا يلا يلا. استحورتك يا رب.
متك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن. يا بنيتي الأفضل أنك ترجعين للقصر، الليلة الجو بارد وايد. مسكين زوجي، ما أدري يوعان ولا بردان، وهالليلة هذه يتنشف الأرض. يا بنيتي ارحمي نفسك، وانت مالك أي ذنب في اللي حصل. لو أدري وين فيه، لو أدري أي شيء عنه. الحراس لازم يرجعون وياهم خبر طيب إن شاء الله، وأنا متأكد إنه بخير والف خير. بس انت يا بنيتي ارحمي نفسك وسمي بالرحمن، وانا سمعت من الخدم اليوم يقولون انك ما اكلتي شيء من الصبح. شلون اقدر ارتاح؟ شلون اقدر استطعم الاكل وانا ما ادري اي شيء عن زوجي؟ يا بنيتي عليك بالصبر والجلد، ترى الصبر سلوة كلب حزين ويائس. أصبحنا وأصبح الملك لله. حسان يا صفوان، عدنان، قوموا قوموا يا عيالي، قوموا الكسل مو بزين يا عدنان. صباحك الله بالخير يا شيخ. صباحك الله بالخير يا ولدي، قوموا قوموا يا ولدي، الكسل مو بزين. لا تنسون ان اليوم وراكم حمل دابتين. لكن يا عمي، لا لكن ولا شيء. انا اليوم يا ولدي يا عدنان قررت اني انا انزل سوق البلدة بنفسي، انا اللي ببيع الحطب لان لي جماعة واجد هناك. الله يكثر من امثالك، جزاك الله خير يا. كل اللي هبي منك انك تقوم حسان وتقوم صفان وتشدون حيلكم. ان شاء الله انا ماني راجع قبل الظهر الا وحمل الحمارين مبيوعين. يلا ما شاء الله ما شاء الله، توكل على الله انت وانا قاعدهم الحين. زين ها، فمن الله فمن الله يا عم. قوم قوم يا ولدي. يلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ولدي. ها الله الله بالشر والسين. ان شاء الله. يا صفان صفان حسن خشبكم وخل حطبكم، يمكن باعوا خل فلوسهم، يمكن حتى الشقان بياخذ بعد.
حصل صحيح وعلى قلبي قام يقرفني يا جماعة. أنا ليش ما فكرت في شيء من قبل؟ يا جماعة لا تسيئون الظن الله يخليكم عيب. شو اللي يضمن لنا؟ حتى اسمه ما نعرف. كلام حسان صحيح، لكن شو الفائدة من الكلام العيب؟ يا جماعة الله يخليكم لا تسيئون الظن في الرجل. زين تفضل قول لنا شو الحل بالله. أنا أقول لكم شو الحل. تفضل. ندور عليه. لا 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 لا، أنا أقول ننطره أحسن، وإذا ما يروح ندوره. وإذا ما لقيناه يا عدنان. إذا ما لقيناه بعد الله سبحانه وتعالى يعوضنا. الغابة عودة وفيها من الخشب وفيها من الكرب والسعف لا قبل. يا عدنان الحين مو وقت الحطة وإحنا ما لنا خلق. يجمعنا بالشقيان، وين الشقيان؟ شوفوا عاد، بدون الشقيان ما نعرف نشتغل مولية. ابشروا يا عيال، ابشروا يا شباب، ابشروا يا عيال. هذا صوت الشيخ. ياكم كلامي. بدور، ما تدري ايش كثر من التشوق اني اشوفك واسمع صوتك. وانا بعد، بس ليه متى بطل هالشوق؟ ان شاء الله ما يطول. الحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح علينا وعلى ربعي كلهم. ابى اقول لك شيء، تعرفنا على شيخ جليل كريم جدا، تشارك معانا في بيع الحطب، ومن اول يوم يا بدور بعنا الحطب في السوق ويا الفلوس من كل مكان. لا اله الا الله. بصراحة هذا أول خبر أسمع مفرح وسعيد من يوم ما اختفى السيد ياقوت. بدور يا بدور، سيدة القصر تبيك. كنت أتمنى أن يطول لقائي معاك يا عز الناس، لكن إحنا البعض يا بدور. بدور وين راحت هذه؟ مع السلامة يا عدنان. مع السلامة، حطي بالك على نفسك. إن شاء الله. إلى اللقاء إن شاء الله. ها؟ بدور كان يايا يايا. عسى ما شر شيخنا، شو اللي شاغل بالك؟ يا ولدي اللي شاغل بالي موضوع من مدة طويلة وأنا أفكر فيه. أنا كنت أظن إن ما عندك مشاكل مولية. يا ولدي ماكو إنسان خالي من المشاكل. اللي أفكر فيه هو الوصول لسر الأسرار. سر الأسرار؟ بنجيبه للناس، بنجيبه الخير، بنجيبه الخير، بنجيبه يقضي لهم كل حاجة والناس له محتاجة. يقضي لهم كل حاجة والناس له محتاجة. بنجيبه للناس، بنجيبه للناس، بنجيبه للخير، بنجيبه درب مشينا لا ما نرد عنا، وعدو قطعنا ولا نحل منه، ولا نحل منه. درب مشينا لا ما نرد عنه، لا ما نرد عنه. وعد قطعنا ولا نحل منه، ولا نحل منه. بنصعد جبال، بنصعد جبال، وبنمشي أميال، وبنمشي أميال. بنصعد جبال، بنصعد جبال، وبنمشي أميال، وبنمشي أميال. ونقطع بحور بالظلمة والنور، ونقطع بحور بالظلمة والنور. بحار القرن عبر عقوة عزيمتنا، بقوة عزيمتنا. سلاح الصبر نلقي من أجلك يا ديرتنا، من أجلك يا ديرتنا. بحار القرن عبر عقوة عزيمتنا، بقوة عزيمتنا. سلاح الصبر نلقي من أجلك يا ديرتنا، من أجلك يا ديرتنا. بنجيبه بنجيبه للناس، بنجيبه 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 للناس، بنجيبه 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 الخير، بنجيبه 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 الخير، بنجيبه 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 للناس، بنجيبه.
بنجيبه بنجيبه للناس بنجيبه 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 الخير بنجيبه 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 الخير بنجيبه يغلو كل حاجه والناس لا محتاجه يقضي لهم كل حاجه والناس لا محتاجه بنجيبه بنجيبه للناس بنجيبه 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 الناس بنجيبه 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 الخير بنجيبه 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 لازم بنجيبه 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 للناس بنجيبه 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 احنا بنجيبه 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 الخير بنجيبه 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 اكيد بنجيبه بنجيبه بنجيبه